قطعا ومما لا شك فيه لا يوجد أغلى في أي وطن من أطفاله ولاده الصغيرين. الولاد الصغيرين دول هم اللي بيصنعوا المستقبل، أو هم المستقبل بمعنى أدق، وهم اللي احنا هنعتمد عليهم بعد سنين قليلة قادمة. وبالتالي وجب علينا جميعا ان احنا ناخد بالنا من الولاد الصغيرين، نحمي الولاد الصغيرين، نعلم الولاد الصغيرين، نغذي الولاد الصغيرين علشان يكبروا كده ويبقوا بصحة تمام وزي الفل. اكتر حاجة ممكن تبقى مفجعة ان الولاد الصغيرين يحصل لهم حاجة طفل. طب ازاي طفل تتقدم له وجبة مدرسية وتطلع مغشوشة أو يطلع فيها حاجة فيحصل إصابات يمكن 130 أو أكتر من 130 على حسب ما أنا قريت برضو، والعهدة على المواقع الإخبارية المعتمدة بالمناسبة، يعني ما هياش مواقع نص نص، يعني 130 أو يزيد أظن في مدرسة شركة السكر في نجع حمد. احنا معانا على التليفون حتى نطلع على الأمر تفاصيله إيه؟ إيه اللي حصل؟ سيادة اللواء أشرف الداودي محافظ هنا، أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. ازاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. الحمد لله والشكر لله. طمنا يا فندم، ايه اللي حصل؟ لا اطمن تماما، الحمد لله. اولا اولادنا كلهم بخير، اولادنا كلهم في بيوتهم دلوقتي، ما فيش اي حد فيهم موجود في مستشفياتنا. الحمد لله الحالة كانت بسيطة جدا. اللي حصل ان طبعا كان في شكوى بعد توزيع الوجبة المدرسية، ان البعض اشتكى منها ان هي سببت له يعني بعض المشاكل الصحية. على طول امرت بوقف توزيع الوجبه لحد لما نبدا نعرف الاسباب ايه، وشكلت لجنه كان فيها نائب المحافظ وكل المختصين، وبدانا الاجراءات وتواصلنا مع المحامي العام وعملنا الاجراءات القانونيه كلها. ولادنا تواصلوا اول حاجه في مستشفى مصنع سكر نجع حمادي، هي دي البدايه. وصل زي ما حضرتك قلت كده حوالي 132 طالب للمستشفيات على فترات، يعني اولادنا حطيناهم تحت الملاحظه في المستشفيات، كلهم خرجوا بفضل الله، ما يعني ما كانش في اعراض تقلق، الدكاتره كانوا مطمنيننا والحاجات كلها يعني اشتباه او ادعاء، لكن لسه ما شفناش التسمم بالشكل اللي هو المعروف. طبعا كلمه تسمم مع طفل في مرحله ابتدائي اعتقد هيبقى الموضوع اكبر بكثير من كده، انما ممكن يكون في اعراض بسيطه، والحمد لله كلهم خرجوا كويسين زي الفل. واحنا خدنا العينات دي تحفظنا عليها واتبعتت المعامل المركزيه في القاهره، وان شاء الله تبع وزاره الصحه ويقولوا لنا النتائج ايه ونقدر نعرف سبب. واي حد مقصر هيتحاسب كويس جدا، لكن عايز اقول لحضرتك واطمنك برضه بالنسبه للوجبه المدرسيه، الدوله بتهتم بيها اهتمام كبير جدا، معالي وزير التعليم بيهتم بيها وبيبقى تعاقد مع شركات كبيره، وبرضه لو في اي قصور زي ما قلت لازم كل واحد يتحاسب يعني. ايه طبيعه الاعراض البسيطه اللي عانى منها الاولاد يا ست محافظ؟ يعني كان في طفلين فقط عندهم قيء، والباقي شكوى يعني ادعاء وشكوى، انما ادعاء يعني ايه؟ يعني قالوا ان هم يعني ان هم يتعرضوا بقى بعد الوجبه في بعض القيء، لكن الدكاتره ما شافوش القيء دوت، انما ادعوا ان لما كانوا في المدرسه وفي طلبه يعني قالوا ان هم جالهم مغص، انما في المستشفى موثق يعني هم حالتين بس اللي كان عندهم حاله قيء، تبقى لما ورده في تقرير وفي وزاره الصحه. وبالتالي كده او كده احنا بنحط ابننا تحت الملاحظه، ودول اولادنا ودول يهمنا جدا وتابعناهم، وعشان كده هم كلهم في بيوتهم وخرجوا الحمد لله رب العالمين، موجودين في بيوتهم الحمد لله. طيب يعني تقرير المستشفى قال انه طفلين بس اللي عندهم قيء والباقي يعني كانوا مدعين المرض او متمرضين اتخضوا يعني؟ مش مدعين المرض، لا يعني عايز اقول يعني الدعاء يعني هو قال ان هو جاله الحاله قيء وفي قال، لكن الحاله الفسيولوجيه قدام الاطباء ما كانتش يعني ما كانتش ممكن تكون بقى فترتها عدت وكده، يعني عايز اقول ان الحاله اللي تمت هي برضو مش حاله تسمم شديد، انت عارف لما في السن الصغير دوت سن الابتدائي يتعرض للسموم، طبعا كنت تجد حالات موجوده في العنايه المركزه. طب هم ليه معلقين محاليل يا فندم؟ انا شايف صور. ما هو ده الاجراء، ما هو ده الاجراء الوقائي اللي بتعمله الدكاتره الاطباء لما بيستقبلوا حالات تسمم، بيعمل بيعلقوا له المحاليل عشان يطهر الجهاز الهضمي. وبيحطه تحت الملاحظه عشان يطمئن ان الطفل لازم يعمل اجراءات اسعافيه سريعه جدا عشان ولا ده جلوكوز ولا ايه؟ بالظبط. طيب السؤال الثاني يا فندم، هو الوجبات دي جايه منين؟ شركه واحده ولا اكتر من شركه؟
لا شركة واحدة، شركة كبيرة طبعا، وبتعاقد معها وزارة التعليم هي المتعاقدة معها مركزين، وشركات كبيرة، والدولة مهتمة جدا بالوجبة المدرسية، وانت عارف مدى اهتمام الدولة بأطفالنا في المدارس، وخاصة موضوع الوجبة المدرسية بتصرف عليها مليارات من الدولة، ومتابعة بدقة عالية جدا. لكن برضه وارد لو في أي قصور، زي ما قلت لحضرتك كده احتكاك بالنسبة للأحداث، هي المعامل بتحلل وتدينا النتائج. وبالتالي لو في اي قصور مش هنسيب القصور ده، لازم نعالجه، لازم نصححه، ونمشي على الطريق السليم. اكيد اكيد. طيب كل الولاده فندم رجعوا البيت ولا لسه فاضل حد في المستشفى؟ بالكامل، ما فيش ولا طفل من اطفالنا. يعني اجمالي الاتردد على المستشفيات من المدرسه دي وصل منها زي ما حضرتك قلت 230، والباقي اجمالي اللي وصلوا من كل من اربع خمس مدارس حوالي 191 طفل، وكلهم بالكامل في بيوتهم الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله يبقى بصحة وبخير بإذن الله. دول أهم حاجة عندنا. وإحنا خدنا عينات من الوجبات وبعتناها للمعامل المركزية بوزارة الصحة بالقاهرة، صح؟ صحيح. وحتى الأطفال اللي كان اللي هم اللي عندهم حالة الطيء، خدنا عينات من الطيء بتاعهم برضو، عشان برضو نعرف أسباب إيه، وكل ده في معامل وزارة الصحة بالقاهرة. طيب يا فندم، برضو سؤال، هل حضرتك عندك معلومة إمتى المعامل بترد بالنتيجة؟ أعتقد يعني 48 ساعة، يعني المفروض يعني شديد عن كده. وعندنا احنا عندنا معامل حديثه جدا على فكره، احنا عندنا معمل برضو تبع وزاره الصحه في هنا حديث جدا، لكن احنا فضلنا نعمل في معامل القاهره عشان برضو يبقى ايه مطمئنين 100%. طب الوجبات دي وجبات معلبه يا سياده اللواء؟ وجبات معلبه ومغلفه، تغليف ممتاز، ويعني وعندي صور ليها لو حضرتك تحب ابعتها لك. لا حاجه محترمه، والشكل العام بتاعها بتقول ان هي وجبات كويسه جدا، لكن طبعا برضه لازم ما يسبقش احداث المعامل هتاكد الكلام دوت او تنفيه او تثبيته يعني. باذن الله باذن الله. في الحاله اذا افترضنا جدلا انه طلعت الوجبات دي بشكل او باخر اصابها فساد، الحاله اللي زي كده التحرك ساعتها بيبقى عامل ازاي؟ يعني تحرك سياده اللواء بيحصل ايه؟ يعني سياده اللواء اصلا بيتحرك ازاي؟ هو طبيعي انا خدت قرار النهارده بإيقاف الوجبة المدرسية للطلبة إلى إشعار آخر لحين يثبت نتائج التحاليل تقول لنا إيه السبب في الحالة اللي حصلت دي. ده إجراء أنا خدته، وفعلا كمان بعدها بفترة على طول معالي وزير التربية والتعليم أصدر نفس القرار برضه هنا عندنا وفي أسيوط، وأنا أعتقد كان في حالة دي موجودة إمبارح في أسيوط. فوقفناها لحد لما نعرف إيه السبب الرئيسي، بعد كده ناخد القرار بتاعنا السليم، هل نرجع الوجبه ولا نوقفها تماما وما نتعاملش معاها ونغير الشركه. ده هيبقى يعني تم تجميد التعامل مع الشركه من قبل وزير التربيه والتعليم لحين اشعار اخر ولا ايه؟ لا مش تجميد. انا بقول لحضرتك الوجبه اللي موجوده عندنا وقفناها مش هنديها لابنائنا لحد ما نتاكد ايه السبب في كده. يعني احنا انا خايف من ايه يا سياده المحافظ؟ اتفضل. يعني خوف، مجرد خوف. وكويس ان احنا ما قلناش اسم الشركه، يعني انه يبقى في شيء ما، وانه انا ابقى وقفت الوجبه دي بس، لكن انا عندي مخزون من هذه الشركه موجود في المدرسه العلانيه والمدرسه الترتانيه وفي محافظه اخرى ايضا وحاجات زي كده، فانا ما وقفتش تعامل. خلي يعني وحضرتك برضه ادرى مني، في اكتر من مدرسه حصلت لها المشكله، يعني مش بس المدرسه بتاعه شركه السكر، ده في اكتر من مدرسه فيها الحاله. عشان كده حتى مساله انه يعني كل العيال زي الفل او اغلبهم ما عدا 2 3، يعني ما اظنش بقى ان هم كده العيال زي الفل. بص احنا ما عندناش حاجه نتبهها او نجلها. انا عارف، انا النهارده طلعت في كل القنوات وكنت قاصد في كل، يعني انا بقالي تقريبا 3 ساعات اتكلم في القنوات كلها عشان الشفافيه. كان الله في عون، لازم، لان احنا الدوله اتغيرت الحمد لله، الجمهوريه فعلا ده كلام من الشعارات، احنا اتغيرنا كلنا واحنا بنتحرك للاحسن واحنا بنتعامل بشفافيه كامله. انا اول ما نزل خبر المحافظه اللي على صفحتها الرئيسيه، ايوه، يعني مفيش حاجه بندريها، لان احنا عايزين نوصل لاحسن حاجه لبلدنا. صحيح، ان لو درينا وخبينا يبقى احنا كده مش بنحل، يبقى احنا ما بنحلش المشكله. مظبوط. وانا اول حضرتك ان لما توصل النتائج هتقولها بمنتهى الشفافيه، وان مفيش حاجه نخبيها، لكن مش عايزين برضه نظلم، يعني نظلم حد ما يكونش سبب، يعني نفترض ما هو ده احتمال. صح 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 صح، ما يبقاش ساعتها من العدل يعني ان احنا نخبط ناس ما تستاهلش تتخبط، يعني حرام حتى. صحيح بتعيش برضه مش كده؟ بالظبط. طيب. مظبوط. وبعدين يعني ده العدل يعني. طيب اشكرك جدا سياده اللواء، الف شكر سياده اللواء اشرف الداودي محافظ.